ايه اصعب المواقف اللي ممكن الاسره تتحط فيها مع الطفل الاوتيستيك؟ لا، هم الحقيقه الاسر غلابه جدا وبيتحطوا في مواقف سخيفه جدا جدا جدا، لان على قد ما هي نعمه ورحمه ان الاولاد شكلهم طبيعي وساعات بيبقى شكلهم احلى من الطبيعي، على قد ما هي بتبقى مشكله للاهل، لان انت لما بيبقى عندك طفل داون سيندروم وباين ملامحه فالمجتمع بيتوقع وبيقبل منه سلوكيات معينه عشان بيبقى عارف ان ده طفل عنده قدرات خاصه فبيقبل منه، انما طفل اوتيستيك طفل شكله طبيعي 1000000%. فانت ممكن يبقى عندك طفل عنده، مش طفل بقى، راجل عنده 18 سنه وبيرمي نفسه على الارض وبيعض ايده وبيخبط راسه في الحيطه، واي حد معدي مش فاهم، فقال لي يقول لها لمي ابنك، ابنك متدلع. الناس اللي عندهم توحد شكلهم زينا بس تصرفاتهم مش زينا. فاحنا ما نعرفش، هم مش لابسين بادج مكتوب عليه ان هم عندهم توحد. بنحاول نطلع كارنيه او بطاقه تقول ان معلش ابني عنده توحد، ما ينفعش يقف طابور في المطار. انت مش متخيله سفريه بالنسبه لاهل عندهم طفل توحد بيشيلوا هم السفريه دي ازاي؟ لان هو عبال ما ينفعش يقف طابور نص ساعه ساعه عند الجوازات، هيكون رمى نفسه على الارض، هيكون ابتدى يعض نفسه ويضرب نفسه. عبء كبير على الاهل قبل ما يسافروا، صوت الطياره هيضايقه، هيبتدي يعمل حركات روتينيه، هيسد ودنه، ممكن يكون سامع الصوت ده اكنه شنيور في ودنه، فطبعا هيبقى ردود فعله كده. صحيح انه الطفل المتوحد بيبقى فيه شخص او ماكسيمم شخصين يعني هو اللي بيقدر يعمل معاهم علاقه، ولا دي معلومة مش مظبوطة؟ لا، هو مش كده، هو في الأول يعني هو عشان القصور بيبقى في التواصل والناحية الاجتماعية والسلوكيات، ففي الناحية الاجتماعية هو بيرتبط أو بيعرف يشتغل مع، هو مش بيعرف يعمم، يعني سي مثلا اتكلم مع شيرين، شيرين علمته زي ما انت مثلا علمتي سيف ايه؟ علمتي سيف الهاي فايف بتاعتك، فهو سيف هيقعد يعمل كل ما يشوف شيرين هيعمل معاها الهاي فايف دي، مش بيعرف يعمم، مش هيعملها معاكي خلاص. بالظبط، فهم في الاول بيعملوا كده، هو بيعملوا اسوسيشنز او ترابطات مع شخص معين او مواقف معينه، وغايه اما بنعلمهم يعمموا، فدي نفس الفكره. فعشان الام هي اللي مرتبطه بيه اكتر، هي اللي مثلا الام اللي بتاكله وبتنيمه، لو حاولنا نعلمها تشتغل معاه يرفض. لا، بتاعت التخاطب اللي بتكلم معاها، بتاعت الاخصائيه النفسيه اللي مثلا بعمل كذا معاها بشتغل معاها، انت امي، لا انت بتاعت اللعب والاكل والدلع بس. بعد الفاصل هرجع ونكمل مع الاوتيزم، بس محتاجه انه كمان شيرين تستحضر كل الاسئله اللي هي فكرت فيها، لانه في النهايه سفير اي حمله مش بالضروره يكون خبير فيها، بس على الاقل يكون متعاطف من قلبه ويدي مجهوده وطبعا صورته للترويج للحمله او لزياده الوعي بيها. عايز اعرف ايه الاسئله اللي في دماغها عن مرض التوحد، نساله في وجود استاذه داليا سليمان.